السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية جيجل لنقف على مشروع نتاع قاعة المتعددة الرياضات اللي راهي قيد الإنشاء بمدينة جيجل. إثر الزيارة نتاع والي ولاية جيجل إلى المشروع هذا، واللي تعتبر هذه القاعة واحدة من أكبر القاعات الرياضية في الجزائر، وإن شاء الله يعني تكتمل الأشغال وتكون في متناول الشباب يعني متعطش لمثل هذه النشاطات الرياضية ومثل هذه الفضاءات والمرافق اللي أكيد سوف تساعد على تطوير الرياضة في الجزائر. نترككم تتابعون، والسلام عليكم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، نرحبوا بكم الاعلى على مستوى مشروع انشاء قاعه متعدده الرياضات 3000 مقعد ببلديه جيجل ولايه جيجل. المشروع عرف تقدم كبير في الاونه الاخيره بعد ما رفعنا جميع العراقيل اللي كانت على مستوى الورشه، واطلاق الجزء الثالث من المشروع وهي حصه تاع التاهيل الخارجيه. الحمد لله على المستوى القاعة اللي هنا رانا لحقنا حوالي 93%، والأشغال سوف تنتهي في الأيام القليلة الآتية. تبقى لنا التاهيل الخارجية، الأشغال حوالي نسبة 50%، راي إن شاء الله تكمل خلال الثلاثي الأول من سنة 2024. نفس الشيء صاحب المشروع الأصلي وهو مديرية الشباب والرياضة قامت بإطلاق الإجراءات الخاصة بالتجهيز تاع القاعة، إسناد لحصص المقاولات، حيث انطلقت المقاولة الأولى الخاصة بتجهيز المقاعد، تبقى التجهيز الرياضي وسيتم خلال الأيامات القليلة القادمة إن شاء الله. احنا رانا بالنظام التناوب، رانا على الساعة 7 مساء والأشغال راهي مازالت قايمة على مستوى الورشة. المشروع هذا راه من بين المشاريع الهامة على مستوى الولاية اللي تجاوز رخص البرنامج تاعها 120 مليار سنتيم، وتعول عليه السلطات الولائية كثيرا الاستفادة منه من خدماته لصالح قطاع الشباب والرياضة لولاية.